صحيفة الواشنطن بوست، فإن مؤسسات تابعة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كانت قد تلقت تبرعات من 7 حكومات، في مقدمتها الجزائر التي قدمت 500,000 دولار سنة 2010 التي شهدت إعصار هايتي. وأهم في الأمر أن كاتبة الدولة الأمريكية السابقة كانت من أمضت اتفاقا شرفيا يمنعها من قبول أي مساعدات من دول أجنبية. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي السيد يونس شرقي. مساء الخير. بداية سيد يونس شرقي، ما معنى أن تقدم الجزائر مثل هذا المبلغ لوزيرة خارجية أمريكية وبطريقة غير شرعية؟ دوما هناك الصحافة الأجنبية وكثر خيرها على كل حال، لأنها تفضح ما يدور في داخل الجزائر ونحن لا ندري به ولا حتى الشعب يدري به ولا المعارضة. هناك الصحافة الأجنبية دوما هي التي تفضح خبايا الممارسات المالية والرشاوى التي تقدمها السلطة الجزائرية لوكلائها في الخارج، وهذه السلطة التي تتعامل بالمنطقة الزبونية مع هؤلاء المؤسسات الأجنبية، مع الشركات الدولية والمتعددة الجنسيات. هناك قضية هيلاري كلينتون حتى هي تمت بالإدارة الأمريكية والسلطة الأمريكية، خصوصا بعد حالة الارتباك التي وقعت فيه السلطة الجزائرية بعد ملف الغاز الصخري وهبه المعارضه الجزائريه الى الشارع ضد هذه السلطه. هنا هذه رشاوى دوليه لتجنب البلاغ والقلاقل التي تخاف منها السلطه الجزائريه.